كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المحاضرة السابعة من شرح البداية في العقيدة. يقول المصنف غفر الله له: الضابط السابع أصول الشرك تسعة: الأول السحر، الثاني الكهانة، الثالث التطير، الرابع الذبح لغير الله، الخامس النذر لغير الله، السادس الاستعاذة بغير الله، السابع دعاء غير الله، الثامن الاعتقاد في النجوم والأنواء، التاسع الاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر. الشرح: أول أصل من أصول الشرك هو السحر. والسحر أيها الأحباب الكرام كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الكبائر عد منها الشرك عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ففي هذا الحديث عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر. وقد نقل الإجماع على أن السحر حرام، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. إذن لا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر أو يعلمه، لأن العلماء قالوا بأن السحر كفر والعياذ بالله. وإن كان بعض العلماء يقول يختلف من ساحر إلى آخر، فإن كان الساحر يتقرب إلى الشيطان ونحو ذلك بما فيه كفر فهو كفر، وإن كان يعمل شعوذة ودجلا ونحو ذلك مما لا يصل إلى حد الكفر فهو كبيرة من الكبائر وليس كفرا. ومن المعلوم أن الساحر لا يمكن أن يفلح في سحره إلا إذا تقرب إلى الجن، والتقرب إلى الجن يكون بالمحرمات والكبائر والشرك ونحو ذلك، كالذبح للجن وعدم ذكر اسم الله تعالى وكتابة بعض آيات القرآن بدم الحيض والنجاسة والعياذ بالله، وهذا كفر. وقد أشار الله عز وجل إلى أن السحر كفر في كتابه، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على أن تعلم السحر كفر. المسألة الثانية، لا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن، وذلك لما رواه البزار بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، إذا كان هناك سحر كيف تعالجه؟ أولا، تهيئة الجو الصحيح، فتقوم بإخراج الصور من البيت الذي تعالج فيه حتى يتسنى للملائكة أن تدخله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. ثانيا، إخراج ما مع المريض من حجاب أو تميمة وحرقها. ثالثا، خلو المكان من غناء أو مزمار. رابعا، خلو المكان من مخالفة شرعية كرجل يلبس ذهبا أو امرأة متبرجة. خامسا، إعطاء المريض وأهله درسا في العقيدة بمقتضاه تنزع تعلق قلوبهم بغير الله تعالى. سادسا، تقوم بالتفريق بين طريقتك في العلاج وطريقة السحرة والدجالين، وتبين لهم أن القرآن فيه شفاء ورحمة كما أخبرنا سبحانه وتعالى. سابعا، تشخص الحالة، وذلك بعدة أسئلة توجهها للمريض لكي تتأكد من توافر الأعراض أو معظمها، مثل هل ترى حيوانات في المنام؟ هل ترى منامات مفزعة؟ هل ترى أحلاما مفزعة؟ هل ترى كأنك تطارد في المنام؟ هل ترى كأنك ستقع من مكان عال؟ هل ترى كأنك تسير في طريق موحش؟ إلى غير ذلك من أعراض المنام. أما أعراض اليقظة، هل يذهب في غيبوبة؟ هل يحدث له تشنج؟ إلى غير ذلك من الأمور. ويستحب أن تتوضأ قبل البدء في العلاج وتأمر من معك بالوضوء. إذا كانت المريضة أنثى لا تبدأ في علاجها حتى تتحشم وتغطي وجهها وتشد عليها ملابسها حتى لا تتكشف أثناء العلاج، ولا تعالج امرأة إلا في وجود أحد محارمها، ولا تدخل معك أحدا من غير محارمها، وأن تسأل الله جل وعلا أن يعينك على إخراج هذا الجني وإبطال السحر. أما كيفية العلاج، تضع يدك على رأس المريض إذا كان رجلا، وإذا كانت امرأة لا تضع يدك على رأسها، وتقرأ الآيات، تقرأ الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة، وتقرأ آية واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من سورة البقرة، وتقرأ أيضا قوله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد آيتان، وتقرأ آية الكرسي وآيتين بعدها، وتقرأ خواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة، ثم تدخل في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة آيتان، وتقرأ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أربع آيات من سورة الأعراف، وتقرأ من سورة الأعراف أيضا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ست آيات، وتقرأ من سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وتقرأ من سورة طه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وتقرأ آخر سورة المؤمنون
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخر السورة، وتقرأ 11 آية من سورة الصفات من أولها، وتقرأ من سورة الأحقاف من الآية 29 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى الآية 32، وتقرأ من سورة الرحمن الآية 33 إلى 36، وتقرأ خواتيم سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر السورة، وتقرأ من أول سورة الجن إلى الآية 9، وتقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني المعوذات الثلاثة. هذه الآيات وردت في حديث ضعيف فيجوز العمل به في فضائل الأعمال، ويجوز أن ترقي بغيرها من الآيات لأن القرآن كله شفاء. وأثناء القراءة إما أن يرتعد المريض أو ينطق الجني أو نحو ذلك، فإذا نطق تكلمه وتأمره بالخروج، وإذا ارتعد المريض ونحو ذلك ولم يحدث شيء تعطيه تعليمات يقوم بعملها لمدة أسبوعين أو ثلاثة، سمع آية الكرسي ساعة يوميا بالسماعات، سمع رقية الشرعية ساعتين يوميا بالسماعات، والمحافظة على الصلاة في وقتها وأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك، نستمر أسبوعين أو ثلاثة إن شاء الله يتم الشفاء بإذن الله تعالى. المسألة الرابعة تحصينات ضد السحر. لو كان الإنسان يخشى أن يعمل له سحر كيف يحصن نفسه؟ الحصن الأول تأكل 7 تمرات عجوة على الريق، إن استطعت أن يكون من تمر المدينة النبوية فهو أفضل، وإن لم تستطع فأي تمر عجوة توفر لديك. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. الحصن الثاني المحافظة على الوضوء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقد روى الطبراني بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. ومعنى في شعاره يعني يدخل الملك بين جلده وثوبه يحفظه من الشياطين. الحصن الثالث المحافظة على صلاة الجماعة، لأن المحافظة على صلاة الجماعة تجعل المسلم في مأمن من الشيطان، والتهاون فيها يجعل الشيطان يستحوذ على الإنسان. فقد روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الحصن الرابع قيام الليل، لأن من لم يقم الليل بال الشيطان في أذنه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بال الشيطان في أذنه تسلط عليه. وروى سعيد بن منصور عن ابن عمر قال ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا، جرير يعني حبل ضخم. الحصن الخامس الاستعاذة عند دخول الخلاء. الخلاء مسكن الشياطين ومأواهم، فينبغي الإنسان أن يستعيذ إذا دخل الخلاء. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحصن السادس أن تقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
ومن التحصينات أيضا عند دخول المسجد تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فقد ثبت في أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل المسجد فقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. ومن التحصينات أيضا أن تقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. وأيضا من التحصينات: إذا خرجت من بيتك فقل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه ثبت عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عنه الشيطان وقال: قيل له كفيت ووقيت وهديت، ويتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر: كيف برجل قد هدي وكفي ووقي. أي أن من يقول هذا الدعاء عند خروجه من بيته فإن الله عز وجل يكفيه ويقيه ويهديه ويبعد عنه الشياطين. ومن التحصينات المفيدة أيضا أن تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء وإذا نزلت منزلا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. بقيت مسألة في السحر، وهي: كيف تعرف الساحر؟ علامات يعرف بها الساحر: أولا، يسأل المريض عن اسمه واسم أمه. ثانيا، قد يطلب من المريض تزويده بأثر من آثاره المادية كالمشط أو الثوب أو الشعر أو نحو ذلك. أحيانا يطلب حيوان بصفات معينة كدجاجة أو خروف أسود أو نحو ذلك لكي يذبحه ولا يذكر اسم الله عليه. ومن علامات الساحر أيضا كتابة الطلاسم، وهي الحروف المقطعة، وأحيانا يرسم أبراجا ونحو ذلك. ومن علامات الساحر أنه يرفع صوته ببعض آيات القرآن ثم يتمتم بكلام غير مفهوم وعزائم شركية. ومن علامات الساحر أيضا أنه أحيانا يعطي المريض تميمة يعلقها أو يضعها تحت وسادته، وأحيانا يعطي المريض أشياء يدفنها في الأرض أو يعطيه أوراقا يتبخر بها أو نحو ذلك. ومن العلامات الواضحة جدا تعرف بها الساحر أنك حينما تذهب إليه إلى الساحر فإنه يخبرك من أين جئت والمشكلة التي جئت من أجلها وأن بيتك مكون من كم غرفة وغير ذلك من الأشياء التي يخبره بها الشيطان لكي يوهم الرجل أنه يعلم الغيب وليس كذلك، وهذا كله من إخبار الشيطان له. فإذا رأيت علامة من هذه العلامات فاعلم أنه ساحر ولا يجوز الذهاب إليه. ومن أصول الشرك أيضا الكهانة، والكهانة ادعاء معرفة الغيب، وهذا لا يجوز. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقد مر معنا هذا الحديث وهو حديث حسن. والكاهن يدعي معرفة الغيب، وأحيانا يقول لك أنه سيحدث لك كذا وكذا وكذا في مستقبلك، وهذا كله كذب وبهتان ولا يجوز تصديقه. ومن أصول الشرك أيضا التطير، والتطير هو التشاؤم، ولا يجوز للمسلم أن يتشاءم.
وسمي بالتطير لأن العرب كانت إذا أراد أحدهم في الجاهلية قبل الإسلام أن يسافر أثار الطير، فإن طار عن اليمين تيمن وسافر، وإن طار عن الشمال تشاءم ورجع، فسمي ذلك تطيرا، وهذا كله لا يجوز للحديث السابق. وأيضا من أصول الشرك الذبح لغير الله، والذبح لغير الله لا يجوز، بل إذا ذبح الإنسان إنما يذبح لله جل وعلا، أو يذبح ويذكر اسم الله عليه. فإن ذبح لجني أو لملك أو لولي من الأولياء فهذا كله شرك، فلا يجوز الذبح إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح لله تبارك وتعالى. فينبغي للإنسان ألا يذبح لغير الله تبارك وتعالى لأنه شرك. ومن أصول الشرك النذر لغير الله، والنذر أن يلزم المكلف نفسه بشيء كعبادة أو دفع مال أو نحو ذلك، ولذلك لا يجوز أن يكون النذر إلا لله. إن نذرت تنذر لبيت الله عز وجل، تنذر للفقراء، لليتامى، للمساكين، إلى غير ذلك. لكن إذا نظر الإنسان لولي أو لجني أو نحو ذلك فلا يجوز. والعلماء يقولون بأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر معلق ونذر مطلق. النذر المعلق هذا مكروه ويجب الوفاء به، كان يقول: إن شفيت ولدي يا رب فللمسجد مبلغ كذا، أو إن نجح ولدي سوف أصوم 3 أيام. هذا نذر معلق يكره ولكن يجب الوفاء به. أما النذر المطلق فهو مستحب، كان يقول: نذرت لله صيام 3 أيام بدون تعليق على شيء، أو نذرت بناء مسجد لله بدون تعليق. وهذا الذي نزل فيه قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما النذر لغير الله فلا يجوز بحال من الأحوال. ومن أصول الشرك أيضا الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، وينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله وحده، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والإنسان يستعيذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من الظالم، يستعيذ بالله من أي شيء يخافه، أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويحتمي فيه جل شأنه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد الصحابة هو عثمان بن أبي العاص، كما ثبت في سنن أبي داود بسند حسن، أن يستعيذ بالله إذا كان مريضا وأن يمسح على جسده. فقد قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. إذن لا يجوز للإنسان أن يستعيذ بغير الله، بل يستعيذ بالله تبارك وتعالى. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل المسجد أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك فإن الشيطان يقول: حفظ مني سائر اليوم.
وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستعيذ بالله إذا نزل قرية أو مدينة أو مكانا، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومعنى أعوذ بكلمات الله التامات قيل هي القرآن، وقيل هي كلمات الله، كلمات القضاء والقدر ونحو ذلك، وكلام الله جل وعلا صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ومن أصول الشرك دعاء غير الله، فلا يجوز أن تطلب من غير الله جل وعلا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن تدعو الله تبارك وتعالى، أما دعاء غير الله كدعاء الأولياء أو الأنبياء أو نحو ذلك فلا يجوز، لأنه دعاء لغير الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. فإذا كانت الدعاء عبادة فلا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. ومن أصول الشرك أيضا الاعتقاد في النجوم والأنواء، وذلك أن العرب كانوا يقولون: إذا ظهر النجم الفلاني نزل المطر، فيعتقدون أن النجوم هي التي تنزل المطر، لكن المطر إنما ينزل بأمر الله تبارك وتعالى وليس بأمر نجم ولا غيره. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنائحة هي التي تصرخ وتعدد محاسن الميت وتقول كلاما لا يرضي الله تبارك وتعالى. أما الدراسة العلمية للجو ونحو ذلك وتوقع نزول الأمطار ونحوها فلا بأس، لأن هذه دراسات علمية. أما اعتقاد أن شيئا غير الله ينزل المطر فهذا هو المنهي عنه ولا يجوز. أما الأمر الأخير من أصول الشرك وهو الأصل التاسع، الاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر. وهذه قاعدة عامة، فمن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر، من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو وثن أو حي أو ميت أو نار أو كاهن أو عراف أو دجال أو نحو ذلك، فهذا شرك لا يجوز، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره الله جل وعلا أن يقول ذلك، فلا يجوز لما دون النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك. إذن ينبغي للإنسان أن يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يملك غيب السماوات والأرض، فلا يتوجه إلا إلى الله، وأنه يملك النفع والضر، فلا يلجأ إلا إلى الله، ولا يطمع إلا في الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. وفي ختام هذه الحلقة نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. أولا: ما هي العلامات التي تعرف بها الساحر؟ ثانيا: كيف تعالج المسحورة بالقرآن والسنة؟ السؤال الثاني: الذبح لغير الله لا يجوز، لماذا؟ السؤال الثالث: التطير من أمور الجاهلية، اذكر دليلا على ذلك. السؤال الرابع:
الكهانة هي الدعاء بعرفة الغيب. اذكر آية من القرآن تدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.